اليوم كما كتشوفوا كنختتموا الفعاليات ديال الاسبوع رياده الاعمال والشباب. دونك هذا الاسبوع اللي استمر على مده 3 ايام واللي تزامن مع الاحتفال بالفعاليات ديال الانطلاق ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ذكرى 19 اللي اعطى الانطلاقه ديال سيدنا الله ينصرو واللي عنات بالشباب والفئات الهشه الفئات في وضعيات صعبه. دونك اليوم هذا الاسبوع هذا كان الشعار ديالو هو الشباب ورياده الاعمال. الرهان ديالنا كان هو اننا كان لو ديفي ديالنا ان الشباب هما القطر ديال التنميه، هما اللي نقدروا نميزوا عليهم. دونك بغينا مستقبل مشرق ان شاء الله وتنميه مستدامه. اليوم كما كتشاهدوا اننا كنعيشوا على ايقاع الاحتفال بالذكرى 19 للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وبطبيعه الحال عملت مقاطعه السيد البرنوسي وعلى غرار بقية عمالات المملكة كتحتفل بهذه الذكرى. منصة الشباب ارتأت أنها تساهم في هذه الاحتفالات من خلال أيام نشيطية اللي انطلقت منذ يوم الاثنين واللي عرفت مجموعة من الأنشطة سواء في ما يتعلق بورشات تكوينية، كاين هناك هاكاطون اللي هو ديال المشاريع المبتكرة، وكذلك اليوم كنعيشوا الحفل الختامي إن شاء الله ديال هذه الأنشطة اللي كتخلد الذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.